مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من جمالك. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ان ازاي انا بشرتي تبقى بشره وصافيه، مش بس كده وكمان مشدوده. يعني مشدوده يعني مش باين عليها اي حاجه، سواء اللي بيخاف من السن او اللي بيخاف من ان هو عنده مشكله في فقدان النضاره. تقنيات جديده بقت موجوده، لكن انهي تقنيه هي اللي تناسب سني وتناسب بشرتي وفي وقت قصير اقدر ان انا ارجع تاني جميله وشكلي حلو، وكفايه ان انا اصحى من النوم ابص كده في المرايه احس ان انا يعني مش محتاجه احط ميك اب، انا ممكن انزل بشويه رتوش خفيفه كده ظريفه اروح ابتدي شغلي ابتدي يومي في وقت قصير يعني. ومش بس كده، وكمان التعليمات اللي المفروض انا اعملها بعدها علشان ابتدي يبقى عندي وقت اطول ان انا اروح اعمل تاني نفس الموضوع. كل التقنيات الجديدة هنتكلم عليها النهاردة مع ضيفتي الجميلة اللي دايما بتنورني وبتوحشني، دكتورة إيمان الشربيني، استشاري الجلدية والليزر بعيادات نبض. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا رنا، وحشتيني قوي. انت كمان بجد، يعني انا بتبسط لما بتبقي معايا، بحس ان انا كده يعني ايه كأني قاعدة مع واحدة صاحبتي بتفهميني كل حاجة بالراحة وبتعرفيني الجديد. نفس شعوري والله. انا ببقى جاية مبسوطة جدا ان انا مبدئيا هشوفك، ثانيا ان انا يعني هطلع على شاشه المحور اتكلم مع الناس افهمهم حاجات بسيطه قوي ممكن تقرب لهم المواضيع يعني. طيب تعالي بقى، طب نشوف البيج بتاعتنا الاول على الفيسبوك علشان الناس تعمل انتراكشن معانا دلوقتي، واللي عايز يبعت لدكتوره ايمان يستشيرها في اي حاجه ابعتوا الاسئله واحنا على الهوا دلوقتي، ونمبر كول سنتر قدامكم كمان، هي دي البيج نبض كلينيك والكول سنتر، تقدروا تتصلوا وتعرفوا ايه هي العروض والخصومات اللي موجوده في عيادات نبض على اي تقنيه هنعملها لشد البشره ونحن نشيل التجاعيد. قولي لنا بقى يا دكتور، نبتدي من الاخر، ايه احدث حاجه موجوده دلوقتي في عيادات نبض اللي بتقضي على التجاعيد وبتشد البشره؟ احنا اليومين دول بنتكلم على تقنيه جديده وبسيطه. يعني اكيد زمايلنا برضو طلعوا اتكلموا عليها، اللي هي حقن البروفايلو. دي حقنه 2 ملي بتتحقن في وان شوت، يعني تقريبا بتاخد حوالي 3 دقائق في الحقن. مخدر موضعي بحقن على 5 نقط في كل جنب من الوش، مفروض ان دي نقط ارتكاز. يعني انا لما بشد الجلد في النقط دي بالذات بترفع الوش كله. اوكي تمام. بيبقى فيه نقط في الدقن، نقط على الانجل بتاعه الفك، على زاويه الفك، نقط على نقطه التقاء على الخد. النقط دي هم 5 نقط، الخمس نقط دول بيرفعوا الوش. ده المنتج بتاعنا البروفايلو. ده المنتج بتاعنا، هو هالورونيك اسيد، تركيز عالي قوي، 30 ملي جرام على كل سنتي. ده تركيز يقترب او هو يمكن تركيز فيلر، لكن هو مش فيلر. هو هالورونيك اسيد معمول بطريقه معينه، بحيث دي النقط الشد العاديه، دي نقط الليفتنج الثمان بوينتس اللي احنا ممكن نستخدمهم مع الفيلر. اوكي. دي مش نقط البروفايلو، يعني احنا عايزين نقول ان في 5 نقط مع البروفايلو، في 8 نقط لو انا بحقن فيلر عادي علشان اعمل شد برضو للبشره. يعني البروفايلو بيبقى 5 نقط، لكن الشد التكنيكس او الايت تكنيكس الايت بوينتس تكنيك اللي هو رفع البشره عن طريق الفيلر، ده بيتعمل على 8 نقط على كل ناحيه. بالنسبه للبروفايلو هم 5 نقط. البروفايلو ماده علاجيه منلي، يعني هي مش فيلر هيشيل لي الوش، لا دي مش ماده مملئه خالص، للناس اللي هي بتبقى متخوفه ان وشها يملى ويبان ان هو تبان انها سمينه او مليانه، فبنطمنها قوي مش هتغير اي حاجه في البروبورشن. مش هتغير ايه الحلاوه دي؟ لا يعني ده التغير ان احنا بس شلنا اللاينز، ادينا بشره وضاءة اكتر، فاتحه اكتر، ريجوفونيتنج اكتر، ما فيهاش تجاعيد، عن طريق ان احنا بنحقن ماده تعتبر ماده تغذويه، يعني ماده بتعمل تغذيه للبشره. لكن اللي انا شايفاه ده بيبقى نتيجته وقته بعد قد ايه بالظبط؟ عشان طبعا الحقيقه ما حقنتش حاله الا ما طلعت بنتيجه وهي على السرير. بعد كده النتيجه طبعا بتتعظم على مدار الشهر. في حالات بتعوز انها تحقن وان شوت تاني بعد شهر. في حالات ما بتبقاش عايزه ده، يعني هي سنها صغير، بشرتها حلوه، ما
محتاجة بس مساعدة انها تبقى احلى. برضو في ناس بتبقى يعني محتاجة انها مجرد انها تزود المية في وشها لان بشرتها جافة مقشرة ملتهبة، البروفايلو بيعمل ده. يعني البروفايلو كمان بيعمل ترطيب، ترطيب للبشرة مش بس شد. لان حقن الهالورونيك اسيد، الهالورونيك اسيد دي مادة بتحب المية جدا، بتحتفظ بيها، بتعمل هيدريشن للسكين كله. فطبعا انا ساهمت ان انا عملت ليفتنج، عملت شد، عملت ترطيب، عملت تفتيح، البشرة بترجع شابة تاني، اللي هو إعادة تجديد. إعادة تجديد. الناس المجهدة، الناس اللي سموكرز المدخنة، الناس اللي بتتعرض لإضاءة كتير، أنا أنصحك تعمليه. وأنا هو المفاجأة، أنا هقولك إن أنا فعلا عملته، إن أنا حسيت وقتي أون سبوت إن أنا يعني وشي كده بيشد بنور فوق، بينور. فضلت قاعده بعدها اسبوع تقريبا وشي محمر، مبسوطه، مش محتاجه انزل بحط ميك اب وكده. انا عاجبني الفيدباك بتاعك ده لانه صح. انت عارفه الشخص اللي بيعمل بيقدر يتكلم عن اللي حصل له او التجربه بتاعته يمكن افضل من الدكتور. طبعا الدكتور بياخدها من وجهه نظر علميه، لكن هو اللي بيعمل بيتكلم عن تجربته الشخصيه دي، فبتبقى النتيجه معاه واضحه وبيعرف يتكلم عنها كويس. لا يعني انا فعلا يعني لو انتوا شايفيني مثلا من شهر انت شايفيني كتير فعلا. يعني انت حلوه على طول، بس المره دي فعلا انت مدهشه. تحسي كده ان في نضاره، في روح كده، في انا مش بجد مش ببقى محتاجه اعمل كونتور. إن كمان البروفايل بيرجع الزمن فعلا 10 سنين ورا. أكيد. فعلا 10 سنين. طب انا عايزه برضو الناس اللي هي بتتفرج علينا برضو تتشجع، فتقول لنا ايه الفرق بين البروفايل وبين الطرق القديمه زي الفيلر والبوتوكس والهايفو والاسريتس والكلام ده؟ ده حوار كبير يا رن، هنقول الكلام ده كله. لا يعني ادينا بس نبذة صغيره عشان الناس برضو تبقى فاهمه. طيب يعني انا برضو من الناس اللي بتحب الفيلر قوي، بتشوفه هو حاجه برضو وقتيه، يعني جاست ان انا حقنت فيلر دلوقتي بوصل لنتيجه كويسه. بس الفيلر يعني مر بمراحل كتير، دلوقتي برضو بنستخدمه، غير ان احنا بنعمل بيه فولمايزنج افكت او تاثير تكبيري، زي ان انا اعمل نسخ للشفايف او رفع للخدود او تكبير للخدود. هو برضو اجراء علاجي، علاجي بمعنى ان انا ممكن اعالج بيه التجاعيد حوالين الفم، ممكن اعمل بيه الايت بوينت تكنيك اللي هو رفع عن طريق الثمان نقط الشد، ممكن اصلح بيه اواجاج الانف، ممكن اعمل بيه رفع للجفون. انعواج الانف. يعني انا ساعات بلاقي مثلا في هنا المناخير، يعني ممكن احقن بيه باكس، يعني انت عارفه مشكله الجيوب العين. اللي تحت العين دي مشكله مؤرقه جدا. في ناس ما بتقدرش تعمل مثلا حاجه زي جيت بلازما اللي هو رفع الجفون عن طريق الجيت بلازما، لكن ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل فيلر. الفيلر بيساهم ان لما احقنه في منطقه التير تراف انه يخفي المنطقه. هنا باين قوي قوي من منطقه بلاك هالو اتحقنت، شوفي الدنيا بتفرق ازاي. فالفيلر برضو من التكنيكس اللي انا بشوفها مسهله، بتسهر في نفس وقت الاستخدام. الفيلر كمان دلوقتي بنستخدمه لعلاج الجروح، في ناس بيبقى تيجي عندها سكارز، ندوب. ندوب اللي هي مطرح حبوب الشباب ولا سكارز مثلا حبوب الشباب في دقن سيرجيكال جراحيه. يعني حد خد قبطه في وشه، انخفاض بيحصل في الجلد، قطع في العضله اللي تحت في الوجه. ده بيتملي بفيلر بيدي نتائج حلوه جدا. اوكي. كان زمان ما لهوش حلول، الفيلر دلوقتي بيتحقن في حاجات كتير جدا، وانا بشوفه برضو حاجه اصلاحيه. بس هقول لك حاجه، يعني انا يعني الفيلر برضو مش زي البروفايل بصراحه، يعني انا هتكلم عن تجربتي انا الشخصيه بجد. لا البروفايل هو اكيد البروفايلو بيدي نتيجه افضل، لكن الفيلر يمكن نتيجته مستمره اكتر. وبعدين احنا بنستخدمه دلوقتي بغض النظر عن وجهه نظر المريض، احنا بنستخدمه في الاصلاح ليس التكبير. انا بعتمد الطريقه دي جدا، يعني انا عايزه احتفظ بملامح وشي زي ما هي من غير اي فرق في البروبورشن او الابعاد بتاعت وشي. في ناس كتير بتخاف جدا من فكره الفيلر لانه هيغير وشها. لا، احنا بنقول برضو ان الفيلر ممكن استخدمه للتصحيح والتحسين وليس للتكبير. طب عايز اسالك برضو على حاجه كده، لو احنا بنقول ان البروفايلو بيستخدم علشان نشد بيه الوجه، وبرضو عندنا التكنيك التاني اللي هو الهايفو، تمام، امتى بتقولي لا الحاله دي مش هينفع معاها بروفايلو، لا ده انا لازم استعمل الهايفو؟
وممكن تستعملي الاثنين؟ اه طبعا ممكن استعمل الاثنين جدا. كل ما عديتي الوسائل اللي بتستخدميها لاخفاء عيوب الوجه وهشده بتوصلي لنتيجه افضل. هنرجع نقول ان كل تكنيك بيبقى له ناس مش مفترض استخدمه معاهم. يعني مثلا زي البروفايل، وفي ناس ممكن يبقى عندها نوع من الحساسيه، في ناس غير قابله للحقن عندها نسف، في ناس بتبقى عندها فوبيا من الحقن، في يعني الحقن مش مناسب لكل الحالات. فدي عندهم بدايل، عندهم الهايفو. اوكي. الهايفو التراسونيك، موجات فوق صوتيه بتعمل تسخين لدرجه 60 درجه مئويه او في نفس الوقت، ده بيساعد على حاجه عمليه بروسيس كده اسمها نيوكل كولاجينوز او تكوين كولاجين. اوكي، هو ده جهاز الهايفو اللي احنا شايفينه ده. احنا دايما بنطلع بالهايفو لان هو الهايفو ده مع الناس ناس بتحبه قوي، لان فكره الحقن ساعات بتبقى مخوفاهم شويه. أيوة. ولو ان احنا لما بنتكلم معاهم بنقول ان ده بيتعمل لحالات وده بيتعمل لحالات، ولو عملنا الميكس الحالات بيوصلوا لنتيجه رائعه. اكيد الناس اللي هي عندها مشكله في الرقبه، لان كمان احنا عرفنا ان الهايفو بيشد الرقبه، والبروفايل بقى والبروفايل بس بصراحه يعني لو واجع البروفايل وانا ما حسيتش بيه، يعني ملوش هي البنج 10 دقايق وخلاص. قياسا للهايفو لا، هو اقل من ال 10 دقايق ده كانوا بيريحوكي بقى. اه عشان انا بتوجع جامد. ثلاث دقايق بتبقي عامله البروفايل ونتيجته باينه والدنيا كويسه جدا. طب احنا اتكلمنا عن الفيلر وقلنا استخداماته، ان هو بيصلح مش بس يعني امتلاء، لا كمان تصحيح للوجه. لو اتكلمنا عن التكنيك الجديد اللي اسمه الار ار اس، تقول لنا ايه الفرق بقى بين الار ار اس والفيلر والبروفايلو؟ التلات حاجات فكرتهم قريبه قوي من بعض، لكن في اضافات وفي تغير في نسبه الهالورونيك اسيد. الار ار اس نسبه الهالورونيك اسيد 6 مللي جرام على كل مللي. احنا قلنا البروفايلو ايه؟ 25 30 كمان 30. اه طيب ماشي. اوكي. والفيلر بتروح من 18 ل 27 او 30 في بعض الحالات. الفيلر بنتكلم ان ده حاجه اسمها كروس لينكد او كولاجين متحد، هالورونيك اسيد متحد. يعني ذراته عامله كده. اوكي تمام. انما البروفايلو والار ار اس ذراتهم عامله كده، يعني ايه؟ يعني ممتصه. يعني الجسم بيقدر يكسرهم، الروابط اللي بين الذرات قابله للتكسير بسرعه جدا اول ما بنحطها. يعني البشره بتبتدي تعتمد على تكسير الهالورونيك اسيد وتغذيه البشره بيه. الار ار اس مختلف عن البروفايل انه في 72 عنصر بما فيهم الهالورونيك، يعني مش هالورونيك بس زي البروفايل. لا، ده في مضادات اكسده وفي اليمنت عناصر وفي يعني فيتامينز انتي اوكس، يعني كومبينيشن على بعض كبيره، كوكتيل. طب انت تنصحي مثلا، ممكن اللي انا فاهماه منك من وحدات الهيالورونيك اسيد، ان مثلا الار ار اس ده يستخدم للناس اللي هي لسه سنها صغير فمش محتاجه قوي الكونسنتريشن. هم انديكيتد او يعني ننصح بيه الناس اللي سنها صغير، بس ممكن تكون مكهده، بشرتها جافه، عايزه ترطيب، عايزه فيتامينز، بتتعرض لشمس كتير، بتتعرض لحراره شديده. طب افرضي ان انا عاوزه احقن الاثنين، الار ار اس عشان الانتي اوكسيدنت والفيتامينز اللي فيه، وكمان برضو احقن البروفايلو عشان يعمل لي ليفتنج ويعمل لي ممكن؟ يعني جدا جدا جدا. الكوكتيل ده يعني انا بشوف ان هو اكتر من رائع. اعتمدت على فكره ان انا غذيت البشره بالار ار اس، واعتمدت كمان على فكره ان انا عملت لها شد ورفع عن طريق البروفايل. فالاثنين بيقووا بعض وبيحسنوا بعض طبعا. طب في الحاله دي بتكون الخطوات ايه؟ يعني بتستعملي مثلا الار ار اس الاول ولا البروفايل الاول؟ كل دكتور هيبقى له تكتيك مختلف، لكن انا من الناس اللي بشوف ان انا ممكن احقن الار ار اس كحاجه تعمل اكسبانشن لنتيجه البروفايلو. يعني سي انا جيت عملت بروفايلو، استنيت الشهر وصلت لافضل نتيجه، ممكن بعد كده اعتمد على فكره ان انا اغذي الجلد عن طريق الار ار اس. اوكي. يعني ممكن كمان استغنى عن التاني حقنه السكند شوت بتاعه البروفايل وان انا اكمل بالار ار اس. تكلفه الار ار اس جايز ممكن تبقى اقل، لكن برضو بنقول ان هو حاجه هتدي عمر لحقنه واحده مثلا بروفايل وانا عملتها، هتحسن من نتيجتها، هتخلي تاثيرها اوضح.
يعني الفرق ان البروفايلو ممكن بيجيب نتيجه اون تيبل وبيعمل ليفتنج، لكن لكن الهايفو المده بتاعته اطول. الار ار اس والار ار اس لا انا بسال على الهايفو، قلتي ار ان هو بيدي. طب والار ار اس بيدي نفس المده بتاعه الهايفو ولا بتاعه البروفايلو؟ لا، هو كل حاجه بيبقى لها تاثير مختلف عند كل شخص. فهنتكلم ان الار ار اس بيدي نتيجه تقترب من البروفايلو، تمام، بس النتيجه مش بالنسبه للشد مش هتبقى واضحه زي لكن البروفايل. ممكن النضاره ليهم دور في النضاره، اكيد اكيد ليهم. الثلاثه ليهم دور جدا في النضاره وفي التفتيح وفي الشد. حتى الار ار اس ليه تاثير في الشد، لان هو كمان في نسبه هيالورونيك اسيد كويسه. اوكي، لكن هو يمكن هيبقى اوضح في موضوع النعومه، الترطيب، التفتيح. طب قولي لي يا دكتور، لو ممكن انا استخدمهم ابقى مش محتاجه ليفتنج ولا حاجه سوري، لكن ممكن انا استخدمهم ان انا يعني كوقايه من اللي ممكن يحصل للبشره من تجاعيد او من عدم النضاره فيها او كده، لو حد صغير كمان حتى في السن ولا أكيد لا؟ اكيد اكيد بتجيلي بنات صغيرين طلبه جامعه وممكن ستات، يعني ستات بيوت لسه صغيرين جدا عايزين يحافظوا على. من سن كام يعني؟ يعني ممكن من 25 سنه ابدا احقن الار ار اس. قبل 20 سنه لا؟ لا ممكن طبعا، ما في بنات بتبقى مقبله على زواج خطوبه قبل السن ده وبتبقى محتاجه لوك افضل. وبعدين هنرجع نقول ان مقياس السن ده بعيد جدا دلوقتي، يعني بتشوفي صور لبنات صغيره جدا في ال 18 و 17 تلاقي بشرتها شحبه جدا، صح، وتحت عينيها هالات والاكني سكارز باينه ومغمقه وما فيش يونيفورميشن في لون البشره، صح. فدي اكيد الار ار اس هينفعها جدا. أوكي. هيخلصها من المشاكل اللي هي فيها. وعلى فكره الصغيرين دلوقتي لانهم مش بيشربوا ميه كويس، ما بيمارسوش رياضه، ما بياكلوش بطريقه صحيه، بيتعرضوا لشمس كتير، اللايف ستايل بتاعنا اختلف وبقى يعني في مشاكل اكتر من الاول. فطبعا النضاره دلوقتي مفتقره، بنات كتير جدا مفتقره. ضيفتي الجميله دكتوره ايمان الشربيني استشاري الجلديه والليزر بعيادات نبض، انا بشكرك جدا وهتوحشيني لحد الحلقه اللي جايه. انا كده خلصت، انا كده خلصنا وقتنا للاسف خلص. دايما وقتنا بيمر معاكي بسرعه جدا يا رنا، عشان انت جميله بس. طبعا مش محتاجه افكركم، نمر الكول سنتر هتظهر قدامكم وتبقوا عارفين البروفايل، وده انا بشجع البروفايل. وهسيبكم دلوقتي مع فقره الناس اللي بتحب جمال من الطبيعه، نشوف امنيه طاهر عامله ايه، وبكره حلقه جديده والى اللقاء.